عسلامة، مرحبا بكم في قناة هاشاندام اور جاردن، فيديو جديد من سلسلة تنسيق الصباريات. في فيديو اليوم سوف نقوم بتزيين أصيص لنبتة الإشيفرية، لذلك نحتاج إلى بيتموس، تربة ملونة بالأسود، أحجار ذهبية، أحجار بيضاء، وتيراريوم باللوري باللون الأخضر. نترككم مع تفاصيل إعداد هذه الفكرة. مشاهدة طيبة للجميع. شكرا على حسن المشاهدة، وفي أمان الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تعملوا لنا سبسكرايب، لايك اند شير.